لقبت بخنساء فلسطين، كانت رمزاً للتضحية، فضحت بنفسها وأولادها ومنزلها إيماناً منها بأن النضال هو السبيل الوحيد للحرية والخلاص من الاحتلال. فمن هي؟ المناضلة مريم فرحات، خنساء فلسطين. وكيف لا تنال مثل هذا اللقب وهي أم لستة أبناء استشهد منهم ثلاثة واعتقل الرابع 11 عاماً في سجون الاحتلال. مريم أو أم نضال عرفت بأنها حاضنة للمقاومين، فتحول بيتها إلى مأوى للفدائيين وغرفة عمليات للقيادي في كتائب القسام عماد عقل، فكان يخرج لتنفيذ عملياته العسكرية ضد الاحتلال ويعود من جديد إلى منزلها، وكان آنذاك على رأس المطلوبين حياً أو ميتاً. أم نضال قدمت ثلاثة من أبنائها شهداء، أولهم محمد فرحات صاحب 17 عاماً، ففي عام 2002 وثقت الكاميرا لحظة وداع خنساء فلسطين نجلها قبل عملية فدائية داخل إحدى المستوطنات، والتي انتهت بمقتل 9 جنود إسرائيليين. وفي عام 2003 استشهد ابنها الأكبر نضال فرحات، وهو أحد المهندسين الأوائل في مجال صناعة الصواريخ للفصائل الفلسطينية إثر عملية اغتيال نفذها الاحتلال الإسرائيلي. وبعد عامين فقط اغتالت طائرات الاحتلال ابنها الثالث رواد بعد قصف سيارته في مدينة غزة. مرارة الأسر كانت حاضرة هي الأخرى في حياة مريم فرحات، فقد نجلها الرابع وسام 11 عاماً في سجون الاحتلال حتى أفرج عنه عام 2005. وفي العام التالي خاضت خنساء فلسطين التجربة البرلمانية، فانتخبت عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني، فضلاً عن دورها المجتمعي في رعاية أطفال الشهداء. إذا كان يعني الواجب يعني بستدعي إني أقدمهم كلهم، والله لن أبخل حتى لو كانوا 100 ولد.